ولمناقشة الدور الأمريكي والإيراني في تنصيب الكاظمي رئيسا للوزراء ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي الدكتور أمير المفرجي. دكتور أمير، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من صحيفة ميدل إيست آي، قالت أن موضوع تنصيب مصطفى الكاظمي كان نتيجة صفقة ما بين الولايات المتحدة وإيران. إلى أي مدى يقارب هذا الكلام الحقيقة؟ مساء الخير، أهلا بك سيدي. الاستضافة. أتفق مع ما كتب في هذه المجلة، ولكن قد يكون السياق بصورة أخرى مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقرر الآن في العراق، وإيران هي التي تنفذ. أنا في اعتقادي الشخصي بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي استطاعت أن تضغط على إيران للقبول بمصطفى الكاظمي، لأن السيد مصطفى الكاظمي هو أكثر ارتباطا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأقولها بصراحة، وليس له ارتباطا بإيران سوى بلقبه المذهبي. ولكن في الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ضغطت على إيران، وأن السيد مصطفى الكاظمي جاء لأجندة أمريكية لصراعها مع إيران، ولم يأتي لحل المشكلة العراقية، ألا هي مشكلة انتفاضة تشرين الذي يطالب بها العراقيون. دكتور أمير، إذا كان قريبا من الولايات المتحدة، هذا يعني أن مصطفى الكاظمي بعيد عن إيران. هل نستطيع القول هنا أن الكاظمي سيخرج العراق من تحت العباءة الإيرانية مستقبلا؟ لا أعتقد ذلك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالحها وأجندتها الخاصة بها، والكل يعرف والكل شاهد كيف انقلبت الأحزاب الطائفية الآن، وأصبحت تطالب بالمساعدة الأمريكية لإنقاذ العراق. إذا الولايات المتحدة الأمريكية ستكون يعني قادرة أو تكون قابلة أن تكون مع نفس هذه الأحزاب إذا ضمنت مصالحها في العراق. ولكن مصطفى الكاظمي هو جاء لأجندة أمريكية بحتة، لم يأتي لأجل انتفاضة عراقية. الكل يعلم بأن الأسباب التي أتت بمصطفى الكاظمي هي يعني أسباب تخرج عن سياق الانتفاضة العراقية وعن مشاكل العراق. الكل يعرف بأن الشباب المنتفض قد طالب بشخصية لم تخرج من رحم العملية السياسية الطائفية، ولكن السيد مصطفى الكاظمي هي شخصية تخرج من عمق هذه العملية الطائفية، ولكن المشكلة ارتباطه أكثر بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو دور الولايات المتحدة الأمريكية للضغط عن إيران. وهناك شيء أستطيع أن أقوله بصراحة، الكل يعلم بأن إيران وأحزابها في العراق قد رفضت مصطفى الكاظمي في البداية، ولكن في النهاية قبلت وتحت الضغوط الأمريكية، لأنها تريد أن تخرج من مشكلتها الاقتصادية ومشكلتها الاجتماعية. إذا قبلت بالسيد مصطفى الكاظمي بعد أن اتهمته بقتل قاسم سليماني، ولكن أهمية سقوط النظام وخطورة بنهاية النظام أصبحت أكثر من أهمية مقتل سليماني، وأصبحت الأهمية الكبرى لإيران، وهذه الأسباب. دكتور، لو ناقشنا البعد الاستراتيجي، إذا كانت الولايات المتحدة قد أصرت على شخص مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء في العراق، هل نفهم من ذلك أن نفوذ إيران بدأ يتراجع في العراق؟ شيء طبيعي طبعا. إيران بدأت تتراجع في كل المناطق التي احتلتها منذ سقوط بغداد في 2003. إيران قد بدأت بانتشار أذرعها في سوريا، في العراق. الآن الكل يعرف هناك نوع من يعني انسحاب لهذه الأذرع الإيرانية، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق. هناك انشقاق كبير بين الميليشيات نفسها، هناك انشقاق كبير بين المرجعيات الطائفية التي تتبع إيران وتتبع مرجعية النجف. إذا هناك نوع من التغير في الساحة العراقية، وهذا التغير هو ناتج عن أفول القوى الإيرانية وبداية خروجها من العراق، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضمن مصالحها بالعمل مع نفس هذه الأحزاب في الوقت الحاضر. وأنا لا أعرف في المستقبل هل ستبقى مع هذه الأحزاب، ولكن قد تكون هي يعني مخطط لأجندة أخرى للعراق في المستقبل.
دكتور أمير، مع كل هذا التدخل، إذن ما الجدوى من الحديث عن مصطلح السيادة والوطنية التي يتشدق بها شركاء العملية السياسية إذن؟ هذا كذب وافتراء. يعني الكل يعرف بأن العراق إذا أردنا أن يعني أن ننقذ العراق من المشكلة، فالعراق ليس يحتاج إلى شخصيات تقول بأنها وطنية وشخصيات تقول بأنها سوف تخدم العراق. العراق يحتاج إلى تغيير نظام، العراق يحتاج إلى نظام يستطيع أن يولد الشخصيات الوطنية، وهذا لن يتم الآن إذا بقى هذا النظام. لاحظ يا أستاذي العزيز، نعم، أن نفس هذه الأحزاب هي التي نفسها تتصارع على حقائب السلطة في ظل حكومة مصطفى الكاظمي. إذن كيف تستطيع أن تتكلم عن إنقاذ العراق وقوى وطنية بوجود نظام لا يسمح بذلك؟ الانتفاضة العراقية قد فهمت المشكلة وأرادت وقالتها بصراحة: نريد تغيير النظام ونريد إرجاع الهوية الوطنية العراقية، وليس بقدوم السيد الكاظمي وقدوم شخصيات أخرى ليس لها علاقة بالنظام الوطني الذي يحتاجه العراقيون. طيب دكتور أمير، إذا كان اختيار مصطفى الكاظمي تم بصفقة ما بين الولايات المتحدة وإيران كما ذكرت صحيفة ميدل إيست آي، هل تعتقد أن الولايات المتحدة قد عدلت عن قرارها ربما بتوجيه ضربة عسكرية إلى طهران؟ من الطبيعي أن لا الولايات المتحدة ولا إيران يرغبان في أن تكون هناك حرب عسكرية بينهما. طيب. وخصوصا إيران تعرف بأن الترسانة الأمريكية هي ترسانة يعني قوية وجبارة تستطيع أن تمحي إيران ولو كانت هناك خسائر أمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لها أجندة على ما أعتقد خاصة في الشرق الأوسط. هناك مسألة انتخاب ترامب بعد أشهر قليلة، إيران تعرف ذلك. إيران حاولت أن يعني أن تلعب على الانتخابات الأمريكية ولكن هذا لن يحصل. ترامب أنا في اعتقادي هو باقي، وإيران الآن تتوسل، ثقوا بي أن إيران تتوسل وأن مصطفى الكاظمي هو جاء لعمل صفقة بين أمريكا وإيران وليس لإنقاذ المجتمع العراقي الذي سرقت أمواله وقتل أبنائه وكما شاهدناه في انتفاضة تشرين. طيب دكتور أمير، الكاظمي ذهب وارتدى زي ميليشيا الحشد وأيضا وصفهم بأنهم قرة عين العراق، ألم يكن الكاظمي محل اتهام من قبل الميليشيات بأنه قد تواطأ مع الولايات المتحدة وبالتالي كان له اليد في مسألة تصفية سليماني والمهندس؟ هل هذا تناقض أم تبادل أدوار دكتور أمير؟ ليس تناقض. يعني أنا سأرجع إلى ما قلته في المقدمة، بأن إيران تعلم بأن مقتل قاسم سليماني قد جاء بمخطط واضح وقد استعمل به يعني شخصيات عراقية. هي اتهمت في البداية مصطفى الكاظمي. المشكلة وكما قلتها سابقا بأن إيران تعلم بأن الكاظمي هو يعني له علاقة قوية بالولايات المتحدة الأمريكية وبالمنظومة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية، ولم تكن يعني قدومه في العراق في مركز الاستخبارات والمخابرات يعني كان بصدفة. إذن هي تعرف، ولكن الأهمية في إيران في لحكام قم وطهران الآن هي الحفاظ على النظام والحفاظ ويعني العمل على عدم سقوطه. إذن الأهمية الكبرى هي أهمية بقاء النظام وليس أهمية من قتل سليماني، لأن الأهمية الكبرى هي بقاء خامنائي وبقاء العبائن في إيران، وهذا ما تريد الآن. طيب. إيران في محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور، صحيفة ميدل إيست آي نعود إليها، قالت إن الإيرانيين وافقوا على الكاظمي وذلك مقابل رفع العقوبات عن بعض أموالهم. هل ما زال العراق في قلب الصراع الأمريكي الإيراني دكتور؟ شيء طبيعي، ويعني البرهان على ذلك هو قدوم مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي يمثل جسر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مصطفى الكاظمي هو وكما نعلم أمريكي الهوى وأمريكي يعني العمل، ولكن وكما نعرف جميعا أن العراق أصبح اسم العراق يرتبط بالطائفة. أمريكا تريد أن ترضي إيران
وأحزابها من خلال شخصية تشبهها يعني في القشرة في يعني في الشكل والطائفة، ولهذا جاءت بالسيد مصطفى الكاظمي. ولكن مصطفى الكاظمي، وأحب أن أرجع إلى قول شيء سمعته من قناتكم الموقرة نعم عن ما تكلم به السيد الشابندر، وعندما قال بأن ليس هناك أي شخصية عراقية تستطيع يعني أن ترفض إيران وأن تتجاهل بالضبط ما قاله إيران. أنا بالضبط. أقول بالعكس، هو خاطئ السيد الشابندر، قد خطأ بقوله هذا. ليس هناك شخصية عراقية تتجاهل إيران، الكل لا يريد أن تبقى إيران، ولكن الولايات المتحدة فرضت على الكاظمي أن يقبل في أن يتباحث مع إيران. هذه هي الحقيقة. عبر سكايب من باريس السياسي العراقي الدكتور أمير المفرجي، شكرا جزيلا لكم.